عم تتصرف ببراءة يعني؟ أنت كتير بريء، يعني لدرجة أنك مو فهمان شو اللي صار أو شو اللي عملته. ما بعرف عن جد؟ على كل مشي الحال، أنا قنعتها لعائلتك وما رح روح معك على أمريكا. ومشان ما يعملوا لك مشاكل عملت هيك، قلت لهم عن فوائد سفرك وأنه الأحسن تكون من دوني، وقلت لهم أنه العلاقات البعيدة للزواج أفضل بكتير. وقبلوا فورا؟ ما حاولوا يجادلوك أبدا؟ بجوز مستخف بقدراتي على الإقناع، بس هي قوية، أنت ما بتعرف عن جد قوية. مانك قليلة، جايلك يا أمريكا، انتهى وجع الرأس. حتى لو كنت عم فكر كيف بدي أقنع عائلتي ما رح أنجح، بس أخيرا اقتنعوا. شكرا. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.